السلام عليكم، مساء الخير البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم بان فيديو صغيره ماشي كبيره. احنا قلت لكم اني نحضر لانيفرسير تاع بنتي ميسون، وجيت نتقاسم معكم هاد لي بريباراسيون. جيت نحضر، راح نعطي لكم اول حاجه لو تام اللي درته لها. كيما راكم تشوفوا هنايا كاينه بطه، لو تام اللي درته لها درت لها فلامينغو. كامل نعرفوا بلي فلامينغو روز. ها هي كي هنايا راني بديت نخدم ديجا. فوالا شوفوا كيفاش بديت هنايا نخدم. هادو مازال ما درت لهمش، هادو في الرجلين تاعهم راني بديت نخدم فيهم هنايا. واش نحتاجو؟ نحتاجو بيان سور باتا سكر. على بالكم بلي انايا قلت لكم ديجا لا فوا باسي قلت لكم شحال من مره بلي انا نخدم بهاد لا باتا سكر، بهاد لا باتا سكر تاع بلو بيت. انا مانيش ندير لها في الاشهار، مي فريمون الواحد يقول كلمه حق، يعني هذه سي سوبر. العام اللي فات كنت حطيت ديجا اللي راه معايا في الفيسبوك في لاباج تاعي كاطو ميسون باتنا، كنت حطيت لانيفرسير تاعها، خدمت لها اون تارت، درت لو تام العام اللي فات هالو كيتي، درت لها اون تارت هالو كيتي وغطيتها بهاد لونتها بالغوز غوز بيبي، وغطيتها بهاد لاباتا سكر. صدقوني يعني درت اون كوش كانت صغيره رقيقه، درتش اون كوش خشينه، درت اون كوش رقيقه وغطيت بها غطيت بها لا طارت. فريمون كي كلاوها كلها عجبتهم، يعني حتى في لو بو تاعها مليحه. بون واش راح نحتاجو؟ انايا رحت عند مغار تاع علي بابا، على بالكم نقضي من عنده. رحت قعدت نفتش 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 حتى لقيت هذا لو مول سيليكون تاع بطه، وهي تاع فلامينغو، يعني تشبه الفلامينغو. راكم شفتو كي خدمتها كيفاش خرجت معايا. حكمت لاباتا سكر تاع بلو بيد، لونت بلو مارون شوكولا، ها هو تاع فريكتا، لونتها بلو مارون شوكولا شويه. اللي درت بها هذه اللي كنت درت بها المنقار والرجلين، وهذه هاد الملون ماهوش فريكتا بصح هي كي لومبالاج تاعو كيما تاع فريكتا. كنت شريته ديجا قبل من قبل، وشريته من عند مغار تاع لي بابا، ما تولهتش بلي ماهوش فريكتا، انا حسبته فريكتا بصح يعني سافا مليح الكولورون هذا، مليح نلونو به مليح. كنت لونت هذه لو غاز. وبيان سور نحتاجو طايلاز، نديرو شويه في لاباط كيما درت معكم في كيما ندير في لي فلوغ. يعني كنت قلت لكم ديجا في الفيسبوك بلي كي نخدموا لي فلوغ لازم نستعملوا تايلاز في لاباط باش تشيح في ساعه لا فلوغ وباش تحكم روحها. هنايا اوسي انا درت التايلاز باش تحكم روحها، وكنت درت ديجا التايلاز هنايا في المول. درك تشوفوا كيفاش راح ندير قدامكم. شوفوا البنات، راح نهز توت ان بتيت كونتيتي، ماشي حاجه، راح نديرها هنايا في المول وراح نمشيها هكا. فوالا ومن بعد نعاود نحيها، هذاك الزايد اللي نحيه نعاود نصبو في الاخرى لا دوزيام اللي قدامها. سي بون هكا نفضوها فوق لو بلان دو طرافاي باسكو ديجا دوك نزيدو نخدمو فيه. هنايا واش نديرو؟ اول حاجة كيما قلنا، اول حاجة واش رايحين نديرو؟ رايحين نديرو المنقار. منقار صغير بزاف، ما نقدروش تما شتو صغير، يعني ها كيما تولهتو صغير بزاف. دونك نفضو شويه حنا نفضوه شويه باش ما تبقاناش هذيك البقايا تاع الغبره. فوالا هكا باش ما تخرجش تبان لنا
في الحبه تاعنا، واذا خرجت تبان لكم نورمال تقدروا تديروا لها، تقدروا تمسحوها هكا بانسو برك. دوكا واش نجيبو؟ نجيبو هذي هاي كيما هاو، نجيبو اون بتيت كونتيتي كيما هاكا، ونخدموها كيما هاكا هاي. من بعد نجيبو ندخلوها هنايا هاي، شوفو ندخلوها في بلاصة المنقار هاي. بيان سور كيما نشوفو الزايد سي سور نحيوه. شوفوا البنات تاعنا، شوفوا كيفاش درتها. ودركا نزيدو نجبدو من هاذي، حتى هاذي تبانلكم كبيرة بصح منحتاجوش كونتيتي كبيرة. نعاودو نلموها في البابي فيلم باش متشيحش وما تزدش. شوفوا نحاولوا نعدلوها هكا شويه ونبداو ندخلو فيها يعني شويه بزاف راح نقصو. وهاي اول حاجه ندخلوها هنا ونبداو نعدلو فيها هاي. شوف ها هي نعدلو هذا ونمشيو، والزيت نمشيو نمشيوه ونمشيوه تما نقصوه من هنا ونمشيوه للأطراف اللي مازالوا فارغين. شوف هكا وندورو، نحاولو ما نقطعوهاش بس كي تتقطع راهي ما تحكمش لافورم معنا مليح. ومن بعد كي نديموليوها راح نلقاوها ماهيش حاكمه في بعضها. شوفوا شوفوا كيفاش راني نخدم فيها هاي، شوفوا كيفاش راني ندخل فيها هاي. نحاولوا نعمرو مليح هاد لي فيد هاو، نعمروهم بيان. كل ما تعمرو بيان راح يخرج لنا الشكل مليح. نحيو الزوائد ونعدلو ونعدلو لا فورم مليحه. شوفوا ها هي كي فوالا هكا. هي بيان سور فيها زوج باش تقدروا تزربوا وديروا كونتيتي مليحه في ظرف قياسي تخدموهم بالزوج. انا هنا راح نخدم معاكم بالوحده، تضغطوا عليها هكا مليح ومن بعد تقلبوا لو مول وتضغطوه. ها نقلبوا لو مول ونضغطوه راح تبلاطا معانا كيما راكم تشوفوها. شوفوا هنا هاك راهي بلاتي. هنا دركا نجبدوها هكا، نجبدو غير لو مول هكا راح تديمولا معانا. خاصة العنق تاعها هذاك ديموليوه بلا عقل باش ما نقطعوهش. اي فوالا، وهاي معنا بطاطا فلامينغو. نجيو نديرو لها الرجلين، نحكمو هذيك الماغون. شوفو نحكمو هذيك الماغون ونخدموها هكا. هي تخدمو فوق هاد تخدمو فوق هذه سي ميو، ولا فوق لا بلو هذه، ولا هذه فوق هذه لا بلو راح تمشي لكم بيان. شوف
هذه نخليوها هكا ونزيدو نجيبو اون اوتر اون بتيت كونتيتي نزيدو نجيبوها ونزيدو نديروها هكا نزيدو نخدموها كيما الاخرى الاولى شافو هاي نخدموها كيما الاولى ومن بعد هذه نولي نطبقولها شوية نولي نطبقولها باسكو إذا شفتو الفلامينغو يخشتو ديما عندها وحدة مطبقة وحدة مفتوحة كي يحطوهم نحاولو نديرو نضغطو عليها هكا بصبعنا جوست تبلاطا شوية ماشي حاجة هذه هاني هاي هكا ونحطوها فوق أختها فوالا هكا ومن بعد نحكمو عندكم كولورون اليمونتير ولا اي حاجة انا درت خير على بالكم انا يعني ديما نقول لكم الطريقة هذه تاع شوية جلوكوز وشوية ماء ويولي لكم يولي لكم غراء ونجيبو هذه اللي خدمناها تاع الفلامينغو نحطوها فوقها باش يلصقوا الرجلين اي فوالا وهي كي معنا بطاط تاع فلامينغو نحيو هذه اكوتي ونجيو نزيدو نخدمو مع بعضنا وحده اخرى دو سويت بون اول حاجه كيما كنا نقولو اول حاجه نجيبو هذا لو مارون نخدمو به المنقار شوفو هي فيها العين اذا راكم تتولهو شوف اي فيها هذه العين صح العين صغيره بزاف ما نقدروش نديروها راح كي نضغطو على المول راح تخرج كيما هنايا شوف ها هي كي العين كي ضغطنا على المول خرجت بالغاز بصح ما نقدروش نديروها بيضاء ولا مارون خاطر بلاصتها صغيره بزاف ومش راح نقدروا نديرو فيها جربت درت فيها بصح ما خرجتليش خاطر صغيره بزاف شوفوا هاي كي نحاولوا نخلو المنقار هذا مليح ندخلوه في بلاصتو هكا ومن بعد نجيبو الغاز باش نديرو البطة والبنات هذه لونو بالعقل خاطر كنت لونو ان كونتيتي كبيرة راح تيبس لكم العجينة لا خاطر الطيلوز يبس ومام الكولورون يبس دونك لو كان ديرو ان كونتيتي كبيرة راح تيبس ومش راح تقدرو تخدمو بها شوفوا هذه هكا قلت لكم نعدلوها شويه ومن بعد نجي نبداو نخدموا فيها هنايا في المول ندخلوها هاي هكا ونبداو نخدموا بالتفاصيل تاع المول ونبداو شوفوا نبداو نلفو ونجبدوا العجينه شوفوا نبداو نلفو هنا نعمروا الفراغ ونجبدو الزايد نجبدوه ونمشيو صبعنا هاي نحيو الزايد ونوليو نعمرو
الفراغات ونعدلو تفاصيل تاع المول. كيما قبيل نوليو نلفوه ليها نقلبوه ونلفوه ليه. كي نلفوه ليه راح يتبلاطا معانا، ها العجينة ماهيش خارجة دونك يدات الشكل مليح. شافو هاهي دركا نجيو نديموليوها كيما قلتلكم، راح نجبدو هكا لو مول بالعقل برك باش متهزدوش المول تاعكم. ها هكا ونجبدوها بلا عقل، قلت لكم ديما سيسو هذا العنق خطر يجي شويه رقيق على هذا ال... وهاي خرجت معانا فوالا، وهاي خرجت معانا بطه تاع فلامينغو. شوفوا المنقار تاعها كيفاش جا معدول، وهذه هي ان شاء الله تجربوها البنات، ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تجيكم سهله. واي مول تاع سيليكون هذه هي الطريقه اللي تخدموا بها، دائما ديروا له حاجه من داخل سواء تايلوز ولا نشا ولا سكر كلاس باش كي ديموليو ولا كي ديموليو لو موتيف تاعكم ما يفزدش. وانا ننصحكم بهذا لاباتا سكر مليحه بزاف، يعني انا ما جربتش نخدم في الدار بصح كاين بزاف اللي يشكيو من هذيك اللي تخدم في الدار يقول لك ماهيش ناجحه. دونك هذه انايا بلو بيد ناجحه بزاف معايا، نصحكم بها يعني اذا لقيتوها نصحكم بها. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله اذا صلحت لي باش ندير معاكم لا طارت بوكو با، ندير معاكم لا طارت ونديروا البطه الكبيره تاع لا طارت ان شاء الله، وندير لكم فيديو تشوفوا التحضيرات وتشوفوا كامل واش راح يكون في لانيفرسير ان شاء الله. البنات اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم، بارطاجيوها مع لي زامي تاعكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.